رابط استعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 نتيجة سادسة ابتدائي أخر العام لجميع المحافظات. يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022. فمن المقرر أن تظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 الرسمية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني خلال الساعات القليلة القادمة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن إتاحة النتيجة بعد الانتهاء من عمليات الرصد والمراجعة للدرجات بشكل مباشر، كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال كتابة الاسم ورقم جلوس الطالب على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالنتيجة والتابع لوزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية. وسوف نعرض لكم في هذا المقال موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 برقم الجلوس الخاص بالطالب. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022. وفي الساعات القليلة الماضية تصدر موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن اقتراب موعد ظهورها، والتي من المقرر ظهورها خلال ساعات قليلة جدا من اليوم الجمعة 13 مايو 2022. ويمكنك الحصول على النتيجة من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 في جميع محافظات مصر بالاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022. والجدير بالذكر أن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات سيتم توفيرها على موقع الوزارة، وللحصول عليها يجب عليك إتباع الخطوات الآتية. أولا، قم بزيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي المصرية، ثم قم باختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني لعام 2022 ميلادية. بعد ذلك قم بتحديد اسم المحافظة التابعة لها الطالب، ومن ثم قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد معرفة نتيجته. أخيرا، قم بالنقر علي كلمة بحث، وذلك من أجل ظهور النتيجة أمامك والاطلاع عليها.